خرافات حول ملك الغابة. أولاً، الأسود لا يحكمها ملك، لا يوجد ملك ولا ملكة لزمرة الأسود على عكس ما يوحي به فيلم ديزني الشهير الأسد الملك، لكن الأسود تعيش في المقابل في جماعات تسودها المساواة ولا مكان فيها للرتب والألقاب. ثانياً، تعيش الأسود في الأدغال. الأسود لا تعيش في الغابات، لكنها تعيش في السهول والأراضي التي تكسوها الحشائش والأشجار الصغيرة والسافانا والمرتفعات الصخرية الوعرة. ثالثاً، الأسد الأمهق أبيض بالضرورة. يتوهم الكثيرون أن جميع الأسود البيضاء مصابة بالبهاق، أي انعدام الميلانين، ويعد لون العينين معيار التفريق بين الأسد الأبيض والأسد الأمهق، فإن لون عيني الأسد الأبيض زرقاء، بينما يتميز الأسد الأمهق بالعينين الحمراء أو الوردية. رابعاً، لبدة الأسد دليل على القوة والبأس. اللبدة أو الشعر الكثيف الذي ينمو حول عنق الأسد ليس دليلاً على الذكورة والقوة، كما أن هناك الكثير من الأسود لم ينمو لها شعر كثيف حول الرقبة. خامساً، أنثى الأسد تتحمل وحدها مسؤولية الصيد. أثبتت أبحاث حديثة أن نسب نجاح الذكور والإناث في اقتناص الفرائس كانت متساوية إلى حد كبير.